معاكم. الحقيقه شيء جميل جميل جدا. الاطفال مخزون المبيض دي قضيه علميه شديده يعني الصعوبه في الفهم، وايضا شديده التاثير في عمليه الانجاب بلا شك، وعايزه فنيه كبيره جدا، وعايزه درجه علميه في الدراسه. يعني نقدر نقول انه فكره او الحوار حول مخزون المبيض هو اللي يفرق مكان عن مكان بشكل واضح. في حاجات كتير تفرق، لكن المنطقه العلميه دي ليه؟ لانه مخزون المبيض لماذا يتناقص بشكل مفاجئ احيانا في بعض الناس، في بعض السيدات؟ مخزون المبيض تتاثر ببطانه الرحم المهاجره ولا ما بتاثرش؟ وبتاثر ازاي؟ طب ليه التدخلات الجراحيه في بطانه الرحم المهاجره قد تلام احيانا في التاثير على المخزون المبيض؟ طب مخزون المبيض دوت ليه في بعض السيدات نبص نلاقي في سن صغير قوي فجاه انهار، وفي بعض السيدات تاني بيستمر لسن متقدمه نسبيا؟ مخزون المبيض ازاي نحافظ عليه وازاي نستفيد منه اكبر استفاده؟ قيمه التجميد في التعامل مع مخزون مبيض شكله كده بيقدم اوراق اعتماده للخروج من الخدمه. مخزون المبيض قضيه علميه تحتاج الى فهم دقيق للغايه، وايه اللي نقيسه، الهرمونات والتحاليل، وازاي نتعامل مع مخزون مبيض ضعيف في حاله حقن مجهري. الكلام ده شديد الاهميه شديد الفهم، النهارده هتفهموه بدقه شديده جدا اكيد مع ضيفي العزيز. حقيقة بسعد جدا بأنه يكون الحوار مع قمة علمية من الأسماء الكبيرة في عالم تأخر الإنجاب والإخصاب والحقن المجهري في الوطن العربي، أيضا اسم يعني بيقدم أوراق وجوده بقوة في المحتفيات العالمية. ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد وعلاج تأخر الإنجاب، الأستاذ بكلية الطب قصر عيني جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، ورئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بك يا دكتور هشام، منورني، سعيد جدا بالزيارة وبشياكة دي. ربنا يخليك والله العظيم، وجرافطة يعني تعليمك. لا يا باشا، لا بص، جرافطات الدكتور هشام فيها زيزو متفوقة. بس يا راجل الكلام بتاعي أني كلام الكلام على المخزون المبيض ده رائع والله. يعني بدأت أنا لا أنت يعني حضرتك يعني عملت هايلايت على نقط مهمة جدا جدا جدا. هنتكلم النهاردة عن حالة اتظلمت بنشوفها كتير في مجال تأخر الإنجاب، الحالة اللي هي زوج وزوجة تزوجوا بعد 3-4 شهور ما فيش حمل حصل، فراحت كشفت وخدت منشطات للتبويض، والدكتور تابعها وقال لها التبويض عندك كويس، ما حصلش حمل. بعد شهرين ثلاثة زهقت، قعدت في البيت شوية، راحت كشفت عند دكتور تاني، نفس الموقف تكرر تاني وتالت. الموضوع دخل في سنتين وشوية، وعمالة تاخد في منشطات للتبويض، وكل مرة التعليق اتقال لها يا دكتور أيمن التبويض عندك كويس، وهي بتتفرج على التلفزيون أو حد من على القاهرة والناس، فبتتفرج على برنامج دكتور أيمن رشفان، ومعجبة دكتور أيمن رشفان فشافتني مع دكتور أيمن رشفان. ربنا يخليها يا رب. خلينا كل المشاهدين. وشافت الكلام اللي احنا قلناه، فقررت انها ايه تتوجه لمركز الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. قابلت احد فريق العمل، احد استشاريين فريق العمل. معانا النهاردة دكتورة ندى كمال، قابلتها عملت لها الكشف المبدئي، وبعدين طلبت منها الفحوصات المبدئية. قابلتها انا تاني مرة وقلت لها الجملة الصادمة، حضرتك عندك نقص في مخزون المبيض، يعني قلة عدد البويضات. هي مش صادمة، هي مخيفة شوي. الصادمة دي حاجة تانية، يعني الصادمة كلمة أصعب في اللغة. نقول كلمة مخيفة شوي. مخيف. أوكي. فهنتكلم عن الحالة دي النهاردة، الحالة اللي هي كانت عايشة شهور وسنين على اساس ان الامور عندها طبيعيه، وبعدين اكتشفت لما راحت مكان متخصص انها عندها مشكله اسمها نقص مخزون المبيض. هنتكلم على الحاله دي النهارده مع بعض دكتور ايمن، وهيبقى حوارنا كده طبعا حضرتك اللي هتديره بحرفيه كالعاده ما بيني وما بين دكتوره ندى،
كمال. عبر وسائل التواصل عبر الانترنت دكتورة ندى كمال، مدرس أمراض النساء والتوليد بكلية الطب قصر عين جامعة القاهرة، واستشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري بمراكز الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بك دكتورة ندى، منورانا وسعيد جدا بوجودك معنا عبر الانترنت. سمعاني كويس؟ سمع حضرتك كويس. أهلا وسهلا. أهلا بك. أهلا بك. ازاي صحتك؟ انا هبدا الاول بسؤال كلاسيكي، يعني واحنا بنتكلم على المنطقه دي، يعني ما هي اسباب، يعني ايه اولا مخزون مبيض قليل، وما هي الاسباب التي تفعل مثل هذه الحاله؟ طيب خلينا نتكلم. مخزون المبيض ده هو من اسمه يعني يعتبر واضح، هو تعبير او انعكاس عن عدد البويضات اللي متبقيه جوه المبيض، وبالتالي قدرة المبيض على إنتاج بويضات سواء كانت في دورة طبيعية أو استجابة المبيض للمنشطات مع أدوية تنشيط التبويض. زي ما دكتور هشام قال في حلقات قبل كده، إنه كل واحدة فينا، كل سيدة فينا مولودة بعدد معين من البويضات، بيقل بالتدريج، بيقل مع كل دورة، بيقل مع كل سنة، يقل قوي بعد سن 30، قوي قوي بعد سن 33، وهكذا يقل بانحدار تام بعد سن 40. سبب طبيعي السن، وده اللي احنا ملناش حكم عليه. وبعض الأسباب مع سن صغير، يعني واحدة في العشرينات مثلا، ليه مخزون المبيض بتاعها هيكون قليل؟ في حاجات احنا ملناش يد فيها، زي مثلا عوامل وراثية أو عوامل جينية، وفي حاجات دي اللي احنا نقدر ان احنا نتجنبها أو ناخد بالنا منها. دراسات جديدة مثلا اتكلمنا فيها عن تثقيب المبيض في عيانين التكيسات. زمان كنا بوفرة نعمل أي عيان عندها تكيسات تثقيب للمبيض على ناحية أو ناحيتين. دلوقتي مثلا الدراسات الجديدة بتتكلم إنه تثقيب المبيض ده من الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها جدا، وتتعمل بحرفية وبحرص شديد على مبيض واحد، ولو محتاجينه أو نتوجه لوسائل إخصاب مساعد على طول، لأنه استجابة المبيض بعد التثقيب ممكن جدا يحصل نقص في مخزون المبيض بنسبة كبيرة غير متوقعة. يعني واحدة تكون الـ AMH بتاعها أو مخزون المبيض بتاعها مثلا 10 أو 12، وبعد التثقيب 0.1 من غير يعني حاجات احنا نقدر نتحكم فيها. دي أول حاجة. تدخلات جراحية بقى، مثلا واحدة عندها ورم كيس على المبيض، عملت عليه تدخل جراحي. التدخل الجراحي ده لازم يكون very gentle، يعني لازم يكون حد بيفهم جدا جدا يشيل لها الكيس ده مثلا، ده لو مطلوب انه يتشال. يعني في ناس بتتدخل على أكياس صغيرة جدا مش مطلوب أصلا ليها تدخلات جراحية، ده ممكن يأثر لنا وبقوة على مخزون البويضات عندها. نوعية الكيس طبعا بتفرق، كيس شوكولاتي بصنعة رحم مهاجرة ولا هو ورم حميد، طبيعته بتفرق. وجود بعض الحاجات في المبيض زي مثلا الكيس الشوكولاتي لوحده يقلل المخزون، والتدخل عليه يقلله أكتر وأكتر. بعض الحاجات اللي ممكن تأثر لنا كمان على مخزون المبيض الكيماوي والإشعاعي، لا قدر الله واحنا عندها سرطان مثلا على استدي، حاجات ممكن نقدر نعملها بدري شوية قبل ما ندخل بالكيماوي أو الإشعاعي، نعمل حاجة اسمها تجميد للبويضات، وخلاص الناس بقى عندها فكرة أكتر. مخزون المبيض نفسه بقى الناس عندها وعي أكتر بيه. الأول كنا بنطلبه لحالات معينة، دلوقتي دي من الحاجات الروتينية اللي بنطلبها ونطمن عليها من أول الجواز. من أول الجواز، من أول ما الواحدة تبدأ تفكر، دي بقت من التحاليل الروتينية. زمان مثلا كانت لما نقول ضعف في مخزون البيضات الناس كانت تبقى فاهمة قوي، دلوقتي لا، الوعي بقى أكتر شوية بيه. اوكي ما شاء الله، يعني دكتورة ندى يعني استفادت في الشرح، ووضحت النقاط كتير اللي انت قبل كده اثرتها من سنتين او من سنه ونص حول المعتقدات الخاطئه في التعامل مع حكايه مخزون. تمام. وعشان كده انا عاوز اسلط الضوء على كم نقطه كده قالتها دكتورة ندى. اول حاجه السن عامل مؤثر مهم جدا 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 على مخزون المبيض ومحطات. هناك اربع محطات اساسيه في عمر اي سيده تؤثر على قدرتها الإنجابية وتؤثر على مخزون المبيض بتاعها. بداية المحطات دي 35 سنة، تاني محطة 38 سنة، تالت محطة 40 سنة، رابع محطة 42 سنة. أول محطة كام؟ 35. دي اللي هي الإشارة الصفراء، دي الإشارة الصفراء، الكارت الأصفر. الكارت الأصفر. وبعدين الأصفر بقى يقعد يزيد يوصل 38، دي الإشارة الصفراء الثانية، ل 40، الإشارة الصفراء الثالثة، ل 42 الإشارة الحمراء. تمام؟ فأربع محطات مهمة جدا 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 في عمر أي سيدة. دي النقطة. النقطة الثانية قالتها دكتورة ندى، التعامل الخاطئ مع أكياس المبيض.
التعامل الخاطئ مع أكياس المبيض، مصيبة هذا الزمن التعامل. والزمن ده مش بقاله سنتين ثلاثة، الزمن ده بقاله 20-30 سنة. اللي هو بحب ايه، بحبك لما تعمل كده. ايوه بالظبط، عارف لما بتعمل كده بحس أيوة. بايه نادرا ما بتعملها. أيوة. انت بتغاظ. طبعا بتغاظ جدا. طبعا طبعا. ليه بقى؟ بس خليك بقى ايه، ايوه خليك حاد شويه، قول لي متغاظ من ايه؟ متغاظ من ايه؟ متغاظ لما يحصل موقف مثلا اسمه كيس وظيف. يعني كيس وظيف يعني بواجده كبرت شويه زياده عن اللزوم، ما خرجتش من المبيض، فضلت متحوشه في المبيض، بقت عامله كيس وظيف. لو احنا استنينا على الكيس الوظيفي ده لحد الدوره اللي بعدها هيختفي الواحد. واذا ما اختفاش، شريط حبوب من الحمل من ابو 3 جنيه حتى اللي بيتباع في الصيدليه هيختفي لوحده. تمام؟ ليه حاله زي كده تخش العمليات ويتفتح بطنها ويتشال نص المبيض بحجة ان انت عندك كيس على المبيض؟ ليه؟ حرام حرام حرام. احنا افقدنا الست دي نص ثروتها من مش فلوس بقى، من البويضات. بكلمة واحدة بكلمة وصف لي، بكلمة واحدة وصف لي التصرف ده. اجرام اجرام اجرام، ده رقم واحد. رقم اتنين الكيس الدموي، نفس الكلام اللي قلت، كيس دموي ده بويضة كبرت زيادة عن اللزوم، ما خرجتش من المبيض، عملت كيس، بس الكيس تحوش فيه دم، بقى كيس دموي. برضو نفس الكلام في الدورة اللي بعدها هينتهي، ولو ما انتهاش شريط منع الحمل بثلاثة جنيه من أي صيدلية هيخلص. برضو بتخش الست دي المسكينة قطع العمليات، فتح بطنها ويتفتح بطنها ويتشال نص المبيض على هذا الكيس. قلت العمليات تتفرج على فيلم مثلا سبب ما بتفتح بطنها يعني. تمام؟ فالكسر الوظيفية دي بتروح لوحدها. تمام؟ ده رقم واحد. رقم اتنين كيس شوكولاتي زي ما قالت الدكتورة ندى. كيس شوكولاتي زي ما قالت الدكتورة ندى، احنا ما بقيناش بنالها الثبارة ان احنا كيس شوكولاتي بطانة رحم مهاجرة دخلها عمليات وعمل لها حتى لو منظار، إلا لو كان الكيس حجمه كبير وفي ناحية واحدة من المبيض. فاكر احنا قلنا قبل كده وحيك حفظتها مني إشري. في كمان في حاجة انت قلت لي الكوليكرم بتاع الكوكرين ريفيو اقر حاجات كتيرة بالضبط. اتكلم عن لو انا دخلت حالة العمليات عشان عندها كيسين شوكولاتيين في المبيض اليمين كيس وفي المبيض الشمال كيس، وشلتهم حتى عن طريق المنظار in the best hands، في أحسن إيد وأحسن مناظير وأحسن كل حاجة، مخزون المبيض أقل بنسبة 58%، يعني أكتر من النص، أكتر من النص. فعشان كده مفيش أي لهث وجري وراء إن إحنا ندخل الحالة عندها كيسين شوكولاتيين في المبيض اليمين والشمال انها تخش عمليات خالص. بالعكس، احنا نحافظ على المبيض. اول استسهال بقى كيس دهني، ديرمويد سيست كيس دهني، ده يتشال في المبيض؟ لا، يتشال في المبيض حرام. ده يتشال في الكيس ونحافظ على المبيض بالمنظار او جراحه، مش مشكله. فانا اقصد اقول ان في اجراءات جراحيه كتيره بتتعمل للاسف مش في محلها، بتؤثر على مخزون المبيض. اخرهم اللي قالته دكتورة ندى، تثقيب المبيض. في 2020 ما بقيناش نعمل تثقيب المبيض. في 2020 كي المبيض ده في حالات تكيس المبايض ما بقيناش نعمل. تمام؟ ده الكلام اللي من الاخر. بالظبط كده، ما بقيناش نعمل تثقيب المبيض في 2020. الضمير في التعامل مع كلمة مخزون المبيض، الضمير المهني، واحدة من أهم النقاط اللي هركز عليها في حلقاتنا الحالية والقادمة. ركزوا جدا في هذه المنطقة، الثقافة فيها مطلوبة للغاية للوقوف أمام طوفان من الممارسات الخاطئة التي تفعل تحت مسميات تدخلات جراحية غير مرغوب فيها. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، نورتني وشرفتني. دكتورة ندى كمال مدرس أمراض النساء والتوليد واستشاري علاج أخر إنجاب في مراكز الرياض، نورتيني وشرفتيني. وهسيبكم مع تقرير من داخل مراكز الرياض، نشوف شيء مهم جدا في التقنية والعمل الجماعي مطلوب جدا في كل المؤسسات العلاجية. خليكم معنا سلام.